بنرحب بالاستاذ زياد كبي، رئيس مجلس اداره شركه سوني بيكتشر تلفزيون اريبيا. اهلا بحضرتك معانا في بوابه اخبار اليوم. مساء الخير. من بركتك على برنامج زوينا الايز، وعايزين نعرف ايه الاختلاف اللي هيقدمه البرنامج عن برامج اكتشاف المواهبين. يعني هو اول شيء البرنامج عباره عن مسابقه غنائية، يعني بتعتمد على مشتركين عندهم أصوات مميزة جدا وأصوات رائعة وموهبة كتير كبيرة، والبرنامج واضح بالطريقة اللي هو بيمشي فيها. في عندهم مراحل معينة لازم يتخطوها، وإذا قدروا يتخطوا هالمراحل واحد ممكن منهم ممكن يفوز بالجائزة المالية اللي هي نص مليون دولار. نحن عندنا 12 حلقة، هن الحلقات المسجلة من البرنامج. بكل حلقة في فنان من أهم النجوم بيترأس لجنة التحكيم اللي مؤلفة من 100 مختص بالموسيقى والأصوات. نحن مش حاطين أي أفكار مسبقة لأي مشترك، يعني كل مشترك عنده حرية يتصرف بالجائزة. إذا توصل وربحها للجائزة هو عنده مطلق الحرية يتصرف فيها مثل ما بده. وبتصور أنت يعني حتى إذا أنت اشتركت بمسابقة تلفزيونية وربحت مبلغ مادي، مش حتحب انه حد يقلك شو لازم تعملي فيهم، صح ولا لا؟ للمشترك حرية التصرف المطلقة بالمبلغ اللي هو بيربحه. ان البرامج مثل ما قلتي بنعرضه خلال الاسبوع بس مش بنفس اليوم. لا ما في خوف من المنافسة. شكرا حضرتك جدا معنا. شكرا لك. شكرا.